تخليفة للنادي الافريقي، ثم مساندة منتظرة من زوار ذاودي، لكن الترجي عبر بن رمضان في عكس الهجوم. محمد علي بن رمضان يسعى لتجاوز دفاع الافريقي، مباشرة الكرة الجهة اليسرى لزملاء خليل القصاب وكذلك زهير الذوادي. التوزيعة والهدف، الهدف لصالح ياسين الشماخي. ياسين الشماخي يتمكن من احداث الفارق للافريقي في كره في مناطق الترجي الرياضي التونسي، وتجاوز الحارس معز بن شريفيه في هفوه من محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. احداث الفارق لصالح فريق المدرب منتصر لوحيشي من كره من ياسين الشماخي في العمق، وتجاوز معز بن شريفيه والخبره في التوزيع لزهير الذوادي. اذا هدف مقابل صفر للافريقي، والخروج من معز بن شريفيه، وكان اسبق ياسين الشماخي الجول والاسبقيه لصالح الافريقي. الامضاء للاعب اللي قدامه كانوا منذ قليل في التشكيله، ياسين الشماخي من توزيعه في الاكس، من توزيعه في